قليل انتهت مباريات دوري أبطال إفريقيا، وكانت الحقيقة جولة مليئة بالجمال ومليئة بالحلاوة ومليئة أيضا بالأهداف. أقول لحضراتكم نتائج هذه الجولة بشكل سريع. أياكس على ملعبه فاز على بشكتاش التركي 2-0، أياكس طبعا الهولندي. شختار الأوكراني على ملعبه تعادل مع انتر ميلان بدون أهداف. ميلان على ملعبه بيخسر من أتلتيكو مدريد 1-2. ثم ريال مدريد أيضا يخسر من شريف ديراسبول بتاع مولودوفا 1-2، ودي طبعا مفاجأة كبيرة جدا جدا جدا. بروسيا دورتموند الألماني يفوز على سبورتنج لشبونة البرتغالي 1-0. باريس سان جيرمان يحقق ثنائية نظيفة في مرمى مانشستر سيتي، مباراة كانت رائعة. سيطر مانشستر سيتي وفاز باريس سان جيرمان، والجميل في الموضوع أن ميسي قد أحرز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 74 قبل أن يتقدم إدريسا جاي في الدقيقة 8 لباريس سان جيرمان لينتهي اللقاء 2-0. ثم بورتو البرتغالي على ملعبه يخسر 1-5 أمام ليفربول، والجميل أن محمد صلاح نجمنا الكبير بيحرز هدفين، هدف أول في الدقيقة 18 وهدف تاني في الدقيقة 60. ساديو ماني أحرز في الدقيقة 45، فيرمينيو أحرز هدفين متتاليين ويبدو أنه هو هيعود لمستواه مرة تانية في الدقيقة 77 والدقيقة 83، وبكده يبقى ليفربول فاز 5-1، ودي حاجة عظيمة جدا. وقبل ما أقول لكم آخر نتيجة واحنا بنتكلم على هذه النتيجة الرائعة، بالثنائية بتاعت صلاح النهاردة وصل ل 31 هدف في دوري أبطال أوروبا. بالعدد ده 31 هدف يا جماعة مش سهلة، في دوري أبطال أوروبا عملية صعبة جدا جدا. بالعدد ده أصبح تاني أكتر لاعب إفريقي بيسجل في البطولة بعد دروجبا صاحب ال 44 هدف، لكن صلاح تخطى صامويل إيتو اللي عنده 30 هدف. وكمان بالهدفين دول صعد صلاح للمركز ال 22 في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 31 هدف زي ما أنا قلت، ليتخطى واين روني وكاكا ويعادل أرين روبن. حاجة عظيمة 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 يا نجمنا يا كبير يا محمد يا صلاح.